خالص عزيمة لأسر الضحايا في هذا الحادث اللي بلغ عددهم 15 مواطن، ونتمنى الشفاء العاجل للسبع مصابين تم نقلهم لثلاث مستشفيات في هذا الحادث المؤلم. الحادث زي ما حضرتك وصفتيه، احنا بنتكلم على سيناريو متكرر من عدد من حوادث الطرق الدامية اللي هي بتدمر قلوب وبتتسبب ان هو يبقى فيه اثر سكلة. طبعا احنا بنتكلم على حادث تحديدا على طريق مصر اسكندريه الصحراوي قدام المنطقه الحره، تحديدا عند كوبري الثروه السمكيه. المكان ده لو حضرتك يعني حد من السكان او المشاهدين يعرفوا المكان ده كويس قبليه قبل الكوبري ده بمسافه قليله جدا، ما تقلش او ما تزيدش عن 400 متر، في دوران او يوتيرن غير شرعي هذا عاملينه، ده بيسبب زحام. لكن ده مش مبرر خالص للحادثه. يعني احنا بنتكلم على سياره تريلا كانت جايه بسرعه، وده المرجح لغايه دلوقتي من اقوال شهود العيان والتصور المبدئي اللي هو الاجهزه الامنيه والمعمل الجنائي بيشتغل عليه. السياره كانت جايه بسرعه كبيره جدا، خدت قدامها اربع سيارات ترشيش اللي هي السيارات الكبيره، منهم احدى السيارات دخلت تحت التريلا ودي اللي انفجرت وحصل فيها الانفجار، وده اللي اثر عن 15 مواطن من الضحايا وسبعه تم نقلهم الى المستشفيات. يعني كل اللي كانوا داخل العربيه دي او الميكروباص ده هم اللي توفوا، اللي هم 15 شخص. لا ولا الاجهزه الامنيه نقدر نحسب الوفيات كانوا في اي ميكروباص، احنا بنتكلم على خمس او اربع سيارات سيرفيس كانوا موجودين في الحادث بجانب سياره مدهشه. يبقى اذا جمله العربيات سياره نقل تقيل او تريلا او مقفوره زي ما الناس بتسميها، واربع سيارات سيرفيس بجانب سياره اخرى ملاكي، في احد السيارات انفجرت وده اللي خلى فيه اربع ضحايا حتى هذه اللحظه لم يتم التعرف على هويتهم. في 11 جثمان تم التصريح بالدفن فيهم، وتم تشييع الجسدين من مسجد العمري النهارده في الاسكندريه. حتى طبعا على الحادث ده الاجهزه الامنيه والنيابه العامه على طول تكلت فريق بحثي راح او فريق من النيابه العامه بدا التحقيق، عمل معاينه لمكان الحادث، انتدب المهندس الفني على اساس يبين لنا اسباب الحريق ده، اسباب الحادث ده واسباب الحريق، ايه اللي خلى العربيه دي تتحرق ويحصل الانفجار اللي حصل او استعار النيران في هذه السياره. وكمان الحي العمريه بدا ان هو يجيب اثار لما النيابه العامه اثار الحادث لما النيابه العامه انتهت من الاستماع لشهود العيان وكذلك المصابين اللي موجودين في المستشفيات، وخدت مجموعه من القرارات بالنسبه لسائق التريلا ده اللي تم التحفظ عليه وهو بيخضع للتحقيقات دلوقتي. طيب استاذ يسري، هي العربيات اللي كانت موجوده تقريبا الحادثه وقعت الساعه كام تحديدا؟ وبالتالي الركاب اللي كانوا موجودين هل ده كان يعني رحله ولا دي وسيله مواصلات ولا ايه طبيعه برضو الركاب اللي كانوا موجودين في الحادثه؟ نحن بنتكلم على الحادثه 11 وربع مساء امس، يعني بنتكلم ان دي سيارات ترشيش، دي سيارات النقل الداخلي اللي بيتم النقل من المدن ما بين مدن الاسكندريه المختلفه اللي جاي من اسكندريه او اللي رايح العمريه اللي طالع المنطقه الصناعيه او اللي داخل المنطقه الصناعيه، يعني دي منطقه دي معروفه، يعني سيارات ترشيش بتقوم بالنقل الداخلي بين القطاعات في محافظه اسكندريه. لكن هويه الاشخاص اللي كانوا موجودين قدام دول مواطنين، يعني كانوا موجودين اهاليهم النهارده بصوره كبيره جدا قدام ثلاث من الشارع، كانوا بينتظروا النيابه العامه تنتهي من اجراءات التشييع وتسويل جنوبهم، وبالفعل تم الانتهاء من التصريح بالدفن ل 11 واحد تم التعرف على هويتهم وخرجت جسامينهم من مسجد الايمن في محافظه اسكندريه. يعني طبعا كان الله في عون الاسر اللي يعني فوجعوا بهذه الحادثه وفي مصابهم الاليم، طبعا بنقدم لهم كل التعزيه، وقع صعبه جدا، ولكن في انتظار طبعا التحقيقات وما سيتم التوصل اليه ومين المخطئ بشكل كبير في هذه الواقعه، وفكره السرعه وفكره المسارات المفروض تمشي فيها التريلات او عربيات النقل الثقيل، يعني بناكد كذا مره على هذه يعني المعلومات. اسمعيني الفكره الكبيره في قصه النقل الثقيل بالذات، احنا بنتكلم على الحادثه دي وحضرتك ربطتي الحادثه دي بالحادثه اللي كانت على محور المريطيه، ولا انا جيت لحضرتك اربط الحادثه دي بالحادثه اللي كانت على طريق مصر اسكندريه. أيوة. وكانت بين عدد كبير جدا من السيارات واثرت عن اشتعال خمس سيارات وتدمير ما يقرب من 23 سياره.
احنا الدوله المصريه خدت طوال العشر سنوات اللي فاتت نعمل تعديل لقانون المرور، كان المحور المشترك من 2010 حتى 2018 كلمه السر في حوادث الطرق المقطوره، لدرجه ان بعض الدراسات في وزاره النقل بتصير ان 13% من حوادث الطرق سببها المقطور. 65% من الحوادث الطرق اللي موجوده في الدوله المصريه كافه الاحصائيات الرسميه، الجهاز العام المركزي، الجهاز المركزي للاستعداد العامه والاحصاء، ايا كانت الارقام بيتكلم على 9000 حادثه، 63000 حادثه، ايا كانت الارقام 65% من حوادث الطرق سببها العنصر البشري، بجانب ال 35% هنتكلم عن حاله الطرق ونتكلم عن حاله المركبه ونتكلم عن السلامه ونتكلم عن المتانه، ولكن اذا كنا احنا شايفين الطفره طوال العشر سنوات الماضيه في حاله الطرق يبقى ما نقدرش نقول ان الطرق هي سبب من صحيح. ولكن في الحادثه دي وحادثه المريوطيه وحادثه اسكندريه وقبلها حوادث بنقول ان سببها سرعه زايده، وده اللي خلى النيابه العامه كمان النهارده تاخد اجراءات ضد السواق. طبعا طبعا عمليات منه تاكد ان هو هل هو كان في وعيه، هل هو كان متعاطي ولا مش متعاطي.